ما تنسوش تسيبوا لايك الفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان ما تفوتوش أي فيديو من فيديوهاتنا. اتشجعت شركة يوبي سوفت انها تاخد خطوتها الأولى في عالم الريميك والريماستر في وقت فيه ألعاب كتير من النوع ده بتنهار وبيطلع فوقها ألعاب بتورينا ازاي الريميك بيتعمل بجد. فهل نجحت يوبي سوفت انها تحط الوصفة الصح لواحدة من أشهر ألعابها؟ بنشكر يوبي سوفت الشرق الأوسط على الدعوة الجميلة إننا ناخد نظرة مسبقة على ريميك برنس أوف بيرجيا سانز أوف تايم، ودلوقتي هننقل لكم انطباعاتنا الأولى عن اللي شفناه. ببساطة فإحنا حسينا بحماس رهيب كل ما شفنا أكتر وأكتر من الريميك ده. في البداية خلونا نتطرق الأول لتصميم البيئة والعالم. فالشركة استعرضت فيديوهات ولقطات فنية كتير علشان ناخد نظرة واضحة على معالم الريميك، وكان من الرائع الاقتباس المباشر من النسخة الأصلية وإضافة لمسات مش بتخرب التصميم الأصلي وإنما بتخليه أفضل. هيفتكر اللاعبين معظم البيئات والأماكن، ولكن هيلاحظوا إضافة تفاصيل جديدة علشان يبقى فيها الدقة المطلوبة في معايير الفترة دي. كل ده باستخدام نفس المحرك بتاع Assassin's Creed Origins، وبجانب ده فبنشوف برضو أحياء لذكرياتنا الجميلة بالصورة اللي عايزين نشوفها. على عكس بعض الريميكس واللي حققت نجاح تجاري على حساب جمهورها الأصلي وغيرت جذور اللعبة بالكامل. وفي الحقيقة فالكلمات دي هي اللي بتعبر باختصار عن ريميك Sands of Time، فهو حاليا أكتر ريميك صادق شفناه في الفترة الأخيرة. بيقدم حاجات جديدة ضرورية علشان يحافظ على الجوهر الأصلي، بل كمان المطور اهتم بالموضوع ده وهو حاجة بتزود احترامنا لكل فريق العمل. النقطة التانية والمهمة في الموضوع هو شكل الشخصية الرئيسية، الأمير المحبوب اللي كان صغير في الجزء الأول من السلسلة، ومع إن النسخة الأصلية كانت قديمة إلا إنها بينت ده بوضوح، وإحنا أخيرا مبسوطين إننا نشوف إحياء للشكل الأصلي ليه من غير تغييرات ملهاش أهمية وبطريقة ممتازة نحترمهم عليها. وبالطبع مش هيكتمل الانطباع ده من غير نظرة على أسلوب اللعب، ومبسوطين إننا نقدر نأكد لكم إن تجربة برنس أوف بيرجيا اللي حبيناها كلنا رجعت بجمالها الكامل. فشفنا الأمير بيتسلق على الجدران وبيمشي عليها من الجنب كالعادة وقت ما بيعدي بألغاز أو عقبات. أما بخصوص آليات القتال فهي اختلفت شوية عن قبل كده، ولاحظنا إنها بتخلي الكاميرا أقرب على الشخصية وقت القتال. مش عارفين حاليا مدى إيجابية الموضوع ده أو العكس، ولكن المهم هو إننا لاحظنا برضو عودة الحركات القتالية المشهورة من الأجزاء الثلاثة الأولى، وبالفعل القتال واضح إنه سلس أكتر من أي وقت قبل كده، وآلية الرجوع بالزمن أو تجميده وتبطيئه شكلها سلس جدا هي كمان، وفعلا مش قادرين نصبر علشان نجربها. لو عندك فضول إيه الجديد في الريميك فإحنا لاحظنا آليات قتال جديدة زي صد الضربات والرد عليها بمرونة كبيرة، زي إننا نشوف الأمير بيطلع على كتف خصمه وبيبقى وراه فورا. مش عارفين حاليا اذا كان هيكون في تنوع في الاسلحه ولا هيتم الاكتفاء بالسيف التقليدي، وكمان الريميك جواه مفاجاه بانك تقدر تفتح لعبه برنس اوف بيرجيا الاصليه من سنه 89. هنتكلم اخيرا عن بعض النقط المهمه واللي زادت اهتمامنا اكتر بالريميك، فنقدر ناكد عوده الممثل الصوتي نفسه للامير من اللعبه الاصليه، وتم تغيير المؤديه الصوتيه للبطله ولكنها مناسبه بالكامل للدور. نفس الكلام برضو بالنسبه للامير الشرير واللي بيرجع علينا مره ثانيه. استغلت يوبي سوفت تقنيات الفترة دي علشان تعيد هيكلة المشاهد السينمائية للعبة كلاسيكية، ولكن على الرغم من كده قدرنا نفتكر مشهد الافتتاح لما بيتخدع الأمير علشان يستخدم خنجر الزمن وتبدأ رحلته. الريميك الأول من يوبي سوفت من الواضح إن هو هيكون موفق بالفعل ويستحق الاحترام، وده راجع لصدق إحيائه للعبة الأصلية في كل حاجة من معالم اللعبة، واللي بيزيد من مشاعرنا الإيجابية ناحيتها، وقريب هنشوف إذا كان بالفعل من أفضل مشاريع الريميك في الفترة الحالية ولا لأ. شكرا لكم على المشاهده، كان معكم خالد محمد، وكالعاده المزيد عن عالم الالعاب والترفيه تابعونا على IGN Middle East.